السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير يا ربي ان شاء الله. هذا الفيديو يسيبكم على خير وبخير. عدنا جيت نشارك معكم البايله شحال هذه ما شاركتهاش معكم البنات. يمكن درتها شي 3 سنين باش درتها، كنت حطيتها معكم في القناه. كاينين الناس اللي ما شافوهاش، غادي نديرها معكم. شنو عندي هنا البنات؟ عندي هنايا الفلفله الخضراء، الجلبانه هذه من السودانيات حارين، عندي هنا الكروفيطا تاع الزيان هو هذه الفلفله، عندي فلفله حمراء هنا البنات حتى هي، عندي هنا البنات لاداند. كاينين الناس اللي ما كيديروش فيها لاداند، انا كنديرها فيها باش كتجي شويه عامره فيها ما يتكال. عندي هنايا البنات الحوت اللي مخلط فيه الكراميل، وهنايا بوزروق والكروفيت. عندي هنا البنات واحد الحوته اللي هنايا كتشوفوها الفيلو هكا، ما فيه لا شوكله والو غير اللحمه هكا، غادي نقطعها طريفات معاكم. عندي جوج ريوس ديال الثومه البنات، عندي البصله هنايا، عندي زلافه ديال الروز البنات كيف كتشوفوها هي زلافه ديال الروز. يلا بسم الله على بركه الله، غادي نبدا معكم الطريقه. بسم الله، ناخذ واحد الطنجره. ما عنديش البنات باقا، ما شريتش الطنجره ديال البايله. كل مره كنمشي لاكسيو كنسيبهم طارو، ما كنسيبهمش كاينين، كنقول ليا البنات سيري راهم كاينين، ما كنمشي ما كنسيبهم، صافي كيديوهم ما كيبقاوش. شي نهار غادي نشريها ان شاء الله. عندي هنا البنات الثومه غادي نطحنها. بسم الله على بركه الله، نقاد معكم الكاميرا غادي نحكها. كيف كتشوفوا هذا ثومة، جوج ربيسات ديال الثومة كل ما كبر ما صغر. صافي البنات، غادي نقطع هنايا هاد البصيلة هادي. درتها البصلة عندي كبيرة، درت غير النص، غندير غير النص هنايا. غادي نقطع رقيقة هنايا، عندي بصلة كبيرة درت غير النص ديالها، غندير غير النص، نحتفظ بالنص ناخذ في الثلاجة حتى هو كان عندها به شي حاجة. تبارك الله البنات الشتا ما شاء الله، الله يبارك يعطينا على قد النفع. تبارك الله الشتا حيت من السما ما شاء الله، يا ربي عطانا على قد النفع، يا ربي جعلي كل عام زين ويكون بعد علينا المرض، بعد علينا كل حاجة. بسم الله على بركة الله البنات. غادي ناخذ البنات طنجرة غندير فيها هاد البصلة هادي كيف كتشوفو هنايا، احسن نقطع باقي مقطعتوش. هنا البنات غادي ندير الزيت، ندير هنايا كتشوفوا عندي زيت الحوت، غندير شويه ديال زيت الحوت وشويه ديال زيت الروميه. بسم الله، انا البنات ما كنديرش العبار، عمرني ما درت العبار، ديما كندير غير بعيني هكا، ندير القياس بعيني وصافي. بسم الله، وشويه ديال الروميه وشويه ديال البلديه ما كنكثرش. الملح البنات حتى هي نقولوا هكا شي معلقه صغيره، بحيث الحوت مالح، معلقه هكا صغيره ما كاملاش. صافي البنات، العطريه سكين جبير، هانتوما البنات هكا معلقه صغيره ديال سكين جبير، خرقوم البنات معلقه هكا ديال الخرقوم، هذا الخرقوم البلدي البنات، انا ما كنديرش الزعفران البنات، كندير الخرقوم البلدي. وهذا البنات لقامه ديال الحوت كيف كتشوفوا هكا معلقه صغيره، ما بغيتش نخويها البنات من الميكا، خليتها في البلاستيكه كتبقى محافظه احسن. و عند كنديرها في القرعه، نتوما كتمشي عند هذاك اللي كيطحن العطريه كيعطيكم لقامه ديال الحوت. انا البنات درتها هكا في واحد القريعه، خليتها هكا وسديت عليها مزيان باش كتبقى محافظه على سميتو ديالها، على هادشي اللي قال لي انايا مول العطريه، قال لي ها ديرها في شي قرعه دجاج وخليها بالميكا ديالها باش تبقى محافظه على الطريه ديالها ما تبردش. صافي البنات، عندي هنا الملح سكين جبير لي بزاف، غادي ندير هادشي يتقلى، هو ملي يتقلى هو عاد غنلوح عليه الدجاج. هذا البنات وهذا الفينو هذا ديال الحوت، بديت كنقطعو هنايا، كنقطعو هكا حتى هو طريفات صغار هكا. هذا البنات تسيبو في اي مكازا كيكون، مكازا ديال كارفور، كليغ، لي كليغ، كازينو، انتر مارشي، المهم كاين فيهم هاد الحوت هذا، المارشي حتى هو كيكون. ما فيه لا شوكلا والو، هذا مزيان هكا طرف صغير. صافي البنات، هذا الكراميل حتى هو شوف لي ما مقطعش، نقطعو كراميل. عندي هنا البنات هنا مخلط التفصيل لكن عندي في الثلاجه،
بغى يخليه صحيح يخليه صحيح، كتقطع كطريفه تحسب باش كيجي في كتبغى تحط كتسيب الطريف بوحديته. صافي البنات، من بعد انا شفت الطنجره واش تقلت، ندير معها هاد الدجاج. البنات ها نتوما تشوفون بعد ما تقلت هاد البصله هاد العطريه، ندير عليها الدجاج الى دندن. عندي الى دندن هنايا، نسيت البنات نقول لكم ما درتش لي بزار الابزار، نسيت ما درتوش. ندير هكا شويه ديال الابزار، خلي هاد الشيء كيتقلى هكا مزيان. من غيتقلى عندي الروز، خليها البنات يتقلى ونرجع معكم. البنات غادي نزيد هذا الروز مع هذا الزيت هاد العطريه باش يشرب، غادي نديوه مزيان ونجيبوه نحلوه مزيان في هاد الزيت هادي باش ما كيتعجلناش في الفايله. ملي كنديروا عليه الماء ما كيتعجلش، يعني دابا هنايا كيشرب هاد الزيت كامله، يعني كيشرب هاد الزويته هادي بحال اللي كيتحمص فيها، بحال اللي كنديروا الشعريه ملي كنبغيو الصفه ملي كنبغيو نفوروها ولا كسكسوله. ايوا هكا هو، ايوا غادي نديوه نجيبوه مزيان في هاد الزيت باش ملي غنديروا له الماء ما يتعجلش، يعني تجي حبه جاريه على خصها اللي كنقولوا حنا، كتجي الحبوبه باينه بيناتهم، كتجي محلوله كتجي شي مدقصه ولا معجنه ولا كل واحد كيف كيقول لها. صافي نخليوها شويه هكا في الزيت يتقلى عاد نرجع معكم. صافي البنات هكا بعد ما تحمر مزيان في هذا الزيت ومع الدجاج ومع العطريه، غادي نزيدوا عليه هذا الحوت. البنات انا غادي نزيد هاد الجلبانه كتشوفوا، هادو غادي نخليهم هكا هنايا مزيان اللي بغا من فوق. صافي البنات نهبط هاد الجلبانه الفلفله الحمراء حتى هي، نخلط مزيان. هذاك الساعه ندير القياس ديال الماء البنات، هذاك الساعه ندير القياس ديال الماء. صافي البنات هاد الحوت هذا انا غسلته ونشفته حتى هو، حطيته في الشكه السقطه حتى هو، غادي نديرو هذا اللي مخلط. صافي البنات نخلطه مزيان هكا تاوي يشرب الملح ويشرب العطريه، عاد داك الساعه ندير له الماء. البنات ها نتوما تشوفوا دابا خلطتها كلها هكا. صافي غادي نخليها البنات ندير لها القياس ديال الماء ديالها وغادي نخليها طيب على خاطرها. صافي نخليها طيب، غادي ناخذ البنات الزلافه باش عبرت الروز، عبرت بهاد الزلافه هادي غندير جوج زلاف ديال الماء. انا درت البنات درت المطايب هانتوما جوج زلاف ديال الماء، بسم الله درت الماء طايب باش نعبر باش يسربيني خلاص. اللي بغى يدير الماء بارد يدير الماء بارد، ما كاينش حتى مشكل، المهم هي كدار الماء بارد. هانتوما جوج زلاف. صافي البنات ما نزيدش زلافه د الرز لجوج زلاف ديال الماء البنات. صافي غادي نخلطوها هكا وغادي نخليوها طيب على خاطرها. صافي نقصوا عليها العافيه البنات بزاف ونخليوها طيب باش داك الرز يطيب على خاطرو. صافي بلاتي عليها، نقصوا عليها العافيه مزيان مزيان مزيان، انا غادي نقص عليها العافيه نخليها. صافي البنات انا هاد الفلفله هادو مخليتهم هنايا هادو محارين، اللي بغى الحار يديروا، انا غير ما عنديش هكا نزوق بها وصافي هكا. شتي البنات ما عنديش الفلفله حمراء باش نزوق، صافي هادو ملي كيطيبوا كيبقاو كمنظر وصافي. صافي البنات وعندي واحد شويه الكروفيت خليته قبيله هنايا كتشوفوا، خليت واحد شويه ديال الكروفيت هنا غير هكا ما غيبان كاع ماشي كبير صغيور. شحال غاليه الحوته البنات، مشيت نشري الحوت والله الا صبتو غالي. المهم تلاقي غير المذاق وصافي كيبقى كامل منظر.
هي بدات كتغلي صافي البنات غادي نقص عليها العافيه غادي نغطيها ونخليها حتى وكنل طيب ونرجع معكم صافي البنات هي من بعد ما طاغت هانتوما كتشوفوا هاد الحرات اللي بغى ياخذهم ياخذهم نتوما تشوفوا جات هكا كتجي معجنه ما والو بسم الله هانتوما تشوفوا البنات كتجي هكا ما معجنه ما والو حال ديال اسبانيولا البنات ها شي تبارك الله ما شاء الله صافي البنات هذه هي البيلة ديالنا نقول لكم جربوها غادي تعجبكم بالصحه والراحه فيديو واحد اخر السلام عليكم